جلسنا في فناء الدار أحبابا محبين، وحلت أنجم الجوزاء أنوارا تنادينا. جلسنا في فناء الدار أحبابا محبين، وحلت أنجم الجوزاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا لال ميربا دوني كجوكان وأولاد كينا أبو محمد عبده محمد يوسف. إن شاء الله ولا لال وبرنامج كينا قيبتي سيدحات سؤالها إن شاء الله أسبوع عن سؤال شوحيتها هاي هرتوالك يا أنكو سودينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عافية عنا سؤال شيء أنا وحيتها ولا ليال نبي صلى الله عليه وسلم مركي نبي اللي قد جاي واسيو أفرتنجير أها سيدنا وضعنا هاي توحيد كإمس السنة أي ويا راي دت كمركو مكي جوجي سيدنا كلمة دينا مركو هاجرين ما قصنا أي جوجي وقعت ماشاس. سؤال ما فهمت سؤال ما يرتسق وأقول سعلا فهم أخوس علا فان سأشبه حتى هاي مدي مكة ما قصنوا الجو أنتم توحيد تذكروا عن النبي صلى الله عليه وسلم مركو هاجرين مكة وآذينا مدينة وآذينا ما قصنا وقاعد ده شو ده يتوان زح سنة حقيته زدع سنة ما مكة ميا مسوى مدينة مكة مكة آه. مكة توان زدع سنة آه. مدينة أنا توان مدينة توان ميا آه. كنا قو توان زدح إلا توان يعني إنا أي كلا صار طاروا ترى ده مكة توان سدح سنة مكة توان سدح سنة آه مدينة توان سنة مدينة توان سنة ميا آه عبد القانو ترى قري لكن ولي ما أوسن هليلين هذا المرض عاد كوع عليه والله وحدها مكة توان سدح سنة مكة توان سدح سنة مدينة توان لو سنة مدينة توان لو سنة آه ولي ما أوسن هليلين شانس يقدم بها السنة إن شاء الله وانقصي سعني عبد الله هذا كان مدعين لسيد برنامج كوسيد وناس أنا أول الخير خالد. هاي أين كلو كم سويت أولا؟ الحمد لله. وفي عنده سما. ما شاء الله. سؤال برنامج كوساب صنع يا وحيد هاي أسبوع عن النبي صلى الله عليه وسلم مركو توحيد مكة وجوه توحيد كأنت وير رايدت كم يقصنا أهل سدوا كلام مركو سوا هاجر مكة ما يقصنا وقعد. هذا أسكت ضيق بسم الله. مركو مكة جوجي إن بدك توحيد كوير هاي مدة 8 سنة. مدة 8 سنة. آه. مدين نمشي رسول جوجي إن مدو سدح تون سنة سدح تون سنة ما قاعد سدح عفوا إسماعيل عبد الله إسماعيل وكقول لي سؤال أنا ويديني سيد وراكسن ونوجي جوازها ما حد علينا سيد وكل واحد أول واحد أول مرن أصينا سيد برنامج كعادة إنه هاد قبكي سؤال شكل جوا أنا أصينا أول مرن مد وقال سنة إيه قدون إسماعيل درينك على كورن هاد درينك على كورن أدي أضفر حسنا ولا برنامج كان أول نسيه وراكسن أول الله ماشي نخرج السي وصعد من جاي اجري حصار انا سوكم الى هذاك السي سبحان الله تعالى وما سنت السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ايه مقعو سدحن انا هذا اللي عدو حسن يا هذا اللي عدو حسن عدل اه عدل مين هذا اللي عدو حسن هذا اللي عدو حسن وعكوسو دوين يا برنامج كسؤاله دينك اه اسبوع انا وحق سو قادني سؤالها وهي تهي نبي صلى الله عليه وسلم مركي نبي مدلسيي ومكه جوغي imisa sano ay ku qaadatay oo tooxidka ugu yeeray dadka maka inta meeq sano ay ku qaadatay sidoo kale markuu soo hijroodo madina imaadeen meeq sano ay ku qaadatay markaa tooxidkimo ah tooxidka meeq sano ay ku qaadatay markuu soo hijroodo oo madina meeq sano ay ku qaadatay markaa tooxidka sano ugu qaadatay markaa meeq sano ay ku qaadatay toban sadex sano madina toban shan madina toban shan miya ويلي مهيلين كوعلي مكة توحيد يا طون مكة ميقا طون طون ميا مدينة طون سدع طون سدع ميا ما شاء الله عدل عدل ما هذا عدل سؤال شان ويديني مركا كوعليني وكجواوي توحيد النبي صلى الله عليه وسلم انتو مكة جوغي وطون سنة اهد يكو خالتي sidoo kale markuu hijrooday oo madiina gaareeyna waxay ku qaadatay 13 sano saadraadid waa 23 sano marka insha Allah waxaan awal marneyna awal marintii aan u talagalnay cadil cadil aan ku awal marnaaya awal marin mid uu qaadisnay ee kitaabka quraanka kariim ay gudoon in saw aragta barnaamijkan dareenkan saw dareenka mashallah tu dirin si aad oo faraxsan tahay ee barnaamijkan su'aalaha aan weydiinayna ka war masiyo wadna saw arko saw siyo insha Allah si saw fiican tahay insha Allah ma sha Allah insha Allah khayra kurujina sidoo wanaagsan barnaamijkan oo kale أنا وقبتي لو تؤاشا سؤاشا أنا يا وحيتة هاي واحد شكتا شروطها إلي ذا هاي لا إله إلا الله لا إله إلا الله شروطه هذا هي اللي قاعد دونا أنت قف كاني أكتر أنا أوسن جوابين هذيك أسكت ذي إنك كجواب جد
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waa waxaan ku soo dhawayay barnaamijka su'aalaha ee su'aashan ayaa waxay tahay waxaad sheegtaa shuruudaha ay leedahay kalimatu laa ilaaha illa allah inta aan bilaabin ka hor magaca saddexan magaca abbas jilani maxamed abbas jilani maxamed abbas su'aasha daa fahantay laa ilaaha illa shuruudaha ayaa laga rabaa adigoo tirinaayo ila xali ay ku dambeeyaan ayaa laga rabaa tiradooda iyo sidee uu kala horeeyay inaad sheegtid تنكو العلم العلم اليقين اليقين المحبة العلم اليقين القبول العلم اليقين اليقين العلم اليقين الصدق الصدق المحبة المحبة القبول القبول الانقياد الانقياد الإخلاص الإخلاص تضو إن هل أيقوها بتي ما يعني تضو ذا ساعة تضو ذا ساعة culimadu way ku daraan walaalayaal qaarna todoba iyo sideed ayaa kala qaadan marka midda hal xab ayaa ka dhiman walaalkeen sida uu sheegay hashaasna waxay tahay al-kufr kaliya ayaa ka dhimneed insha allah walaalayaal waxaan ku awaal marinaynaa sida caadina ahayd qofkii su'aasha ka jawaabo awaal marin middii uu qaalisaneed ku gudoonsiinayaa awaal marintii aan ugu talagalnay su'aalaha qofkii ka jawaabo dareenkaaga ka warnaa maasha allah dareenkayga aad ma la soo koobi karo aada u faraxsanahay ما شاء الله الحمد لله إلها ما تسكت أو إيوه في جيلان كجوابة سيو أرقت برانت كان سؤال عن دادك ويدينين ما شاء الله هذه أولاك سنتهاي خوف لبو إن برنامج كان لبو يديو وحو أغانا أخون تيس إنت يتاقن تهاي ما شاء الله وحان إلى برنامج كان لجو جنو هالو ما شاء الله وقاو ما أدعي لنا سيو ناسا برنامج كان لغوخ تاودي السؤالي أنا ودنا وقيبتي لواد سؤال شي لواد سؤال شنا وحيتهاي وحاشكتا شروضها إليه هاي كلمة لا إله إلا الله ee walaalkeena ku soo dhaweeyna magaca Cabdullaahi Abubakar Maxamed Cabdullaahi Abubakar Maxamed ha Cabdullaahi Abubakar Maxamed su'aashan ku yidinayna waxay tahay laa ilaaha illallah wa ognahay laa ilaaha laa ma'budu bihaqqi illallah ma'naadina tahay shuruudaheeda ayaa laga rawaa tiraha inaa sheegtid iyo xabad u sheegtid shuruudaha laa ilaaha illallah waxa ku sheeg ama faari waa ku sheeg ma ya taas way wadagtaa ku wadagtaa ha saaid taawdi yaa laa Cabdullaahi isku day laakin uu garan waa insha Allah waan ka socdaa ma san tahay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. ما قاعد أستحضرك بالأمان. أي محمد عثمان آدم. محمد عثمان آدم. محمد عثمان آدم سؤال شاك ويديننا وحيته هاي لا إله إلا الله. معنى هذا وذكرنا لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله. لا حق له عبد مجر إلا على سموه. مارك شروط هذا يا لقارة شروط هذا وميقة أذو كل شيء قال. لا إله إلا الله شروط هذا كل شيء قال صح. ترى الآن وأنتس دنو إيش كل شيء صعب إنسان إنسان وياه. معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله كوا معنى ومعنى قوني أتاس معنى هيدا شروط هذا الشيء شروط هذا الشيء صار لا شروط هذا سيدا مغلورت سدحوا سدحوا حاكم ده سدحوا لكن جواب هذي أركان تذمة هاي سدحوا هذا حاك أنت سدحوا بحاسب هذا توحيدك وكل أنت وان مغلي هي يا هي توحيدك وان مغلي هي صلاة وان مغلي هي يا إيمانك وان مغلي kuwaas waxa ku saasan yihiin tiirarka iimaanka iyo tiirarka islaamiga ku jiraan kuwaas laakin la ilaaha illa shuruudaha la iskaro la ilaaha shuruudaha bimaana la ilaaha illa bisaw ka saar aw ka saar ha macna kale mu garanay macna kale shuruudaha ma garanay ma hay ma sha Allah in isku day wanaagsan waa ka maad cilmi assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh magaca uu saddexan ee uu saddexan waa liban maxamud usmaan liban maxamud usmaan liban waxa ku soo dhawaynaa barnaamijkan su'aalaha diiniga aan wadno إن سؤالها يا وحيتها هي محشكتها لا إله إلا الله ومعنها ذو يهي أما ونكرنا إنه أنا حق ربع عبد المجر إلا ألموه مركو شروضة أي ليذا قاروة شروضها سيئرة قاروة إنها شكتي شروضها وحاكمي ده ويبذين أرتا وحاكمي ده أرتكو إنا أقبشت إنا أقبشت ها ذو حاجران وكلمة ده أقبانا لكن مكو دواقع يعني معنا hayna isoo koobtidaan rawa tirahan wa badiin laakin saddex aan ka qana ina aqbashidko ina i'tiqaadid ina ku min ina aqbashidko ina aaminti laba ina aaminti bay wa aamin sanahay wa rabbi sanna soomaa ta shuruudaha la rabna shuruudaha ina aqbashid way kamid tahay ina aqbashidko wallahi iyo banana saddex ka xasuusta ka wada saddex aad ka xasuusta isha oo kan saddex ila waa ka oo kan saddex labo kan saddexaad
waxaaba ay ku fariisto ina raacidada waxay ka reebsay inaa ka hadid waa guud ahaan macnihii go'd waxaaba ku fariisay inaa diimaadid waxaaba ka reebsay inaa crypto inta aad aan labadaas ahaayay aad labadaas ahaayay soo maaha ee maasha Allah kuma santay si wanaagsan aad noogala qiim qaadatay محمد عثمان ميد ميسا ما دام سؤاله هذا ولي قرنين ان ان كوجاو رميد ميسا ان كوجاو نعم ان شروطه هذا وا سيدت مدكو العلم اليقين الاخلاص الصدق المحبه الانقياد ان الانقياد شتمع الكفر وهنهره ان القبول القبول ونهره وا سيدداس marka sideedaas waayo marka isku day inaa xibdisid sidoo kale isku day inaa siiraadisid marka waan ka umaad cilna sida barnaamijkii wanaagsan naga qayb qaadatay aadan ka umaad cilna soo dhawaad ee tawarta barnaamijkan aan su'aalaha dadka weydiineyno wallahi alxamdulillah barnaamijkan barnaamij fiican waa diinteen waay sax waa ina iska faa'iideysanaa qofku waxa duu yaqaanin oo loo sheegay problem la alxamdulillah waxa shukran si wanaagsan naga qayb qaadato kumaad cilna soo dhawaad marka ee idayna ku sii dhameystiray su'aasha jawaabteeda ay dhamaystay een mid hadda ay sheegtay al-inqiyaad waa ogaansamid talaabada ay sheegtay waa al-qabul qofka inuu aqbalo tan saddexaad al-ilm waa ilaa isaawi ila sideed waa al-ilm saddex waa sama al-ilm sidoo kale een al-ikhlaas qofka inuu daacad ka tahay ikhlaas ahaa sidoo kale as-sidq qofka inuu karun sheegaha ahaa inuu sanbeeninin waxa kamid ah al-mahabba qofkii inuu jeclaado meeqa hayna hadaf lihamaran somal mid kale een almahabba waa sheegay somal alqiyad waa sheegay alikhlas waa sheegay alqabul waa sheegay alilm somal alyaqin inuu aaminti qofka inuu yaqiniyo ina aaminti oo alyaqin ina aaminti ina aaminti somal hay dib malahan alyaqin ina aaminti ka dhiga hay waayay hay waayay ina yaqini soo dhabaan qalbi aad kurumaysid هذه أمين تاكسا سكوا ده سومان قال يقينه وهي هي محانو هارا حد اللي حين حساب من سومان ميد تضوى سومان ميد تضحى ده عمد قدران وا الكفر قف كينو سنكو قالون وسنكو كفرنين مي فانت هذا انت وفان سومان مركوان كاو ما دي علينا سيد برنامج كان نغلق قيل قادتي سيدو كل حانكو يدينا سيو ارتان برنامج كان سؤالا عن ويدينا سيو ارتان بدك والله ما شاء الله وسودو هنا برنامج كان وحنوكو تلين لها هنا برنامج كان سيو الدين او سؤالا سيد بديسين dadka siyaasi su'aal oo diin dadku faa'iideysiin ma sha Allah shukran waxaan ka umadeena sidii bar wanaagsan barnaamij magal qayb qaadato ku madcelna soo dhaw jalasna fi fina'i dari ahbaban muhibbina wa halat anjumul jawza